بلانش. ماذا يجري هنا؟ أريد تفسيراً لما يحدث. أشعر أن هنالك أشياء غريبة تحدث من حولي. ستيلا. أرجوك يا أختي، لا شيء يحدث، اطمئني. لماذا تنظران إلي هكذا؟ أيوجد شيء غير طبيعي بي؟ الجارة إينوس. لا تهتمي لنظراتنا، إننا معجبات بجمالك فقط. سمعت أنك تريدين الذهاب في رحلة. نعم، أريد أن أذهب إلى البحر. ما أجمل هذا القميص الأزرق الذي ترتدينه، إنه بلون الليلك يا أختي العزيزة. لا شيء جميلا في هذا المكان سوى صوت أجراس الكنيسة، إنها الشيء الوحيد الجميل هنا. عندما أسمعها أشعر قليلا بالاطمئنان. أنا جاهزة للسفر. يا إلهي، سوف تخرج قبل أن يصلوا. أستطيع أن أشم رائحة البحر البعيد من هنا. أريد أن أمضي ما تبقى من حياتي بجانب البحر. أريد أن أموت هناك في البحر وأنا أتناول حبات العنب، ويدي بيدي طبيب بحار وسيم لديه شاربان شقراوان، وعندما أموت يضعون جثتي في كفن أبيض نظيف ومرتب، ثم يلقونني ظهرا إلى أعماق البحر لتغرق جثتي في اللون الأزرق، لون عيني حبيبي. لابد أنهم قد وصلوا، ها هما أمام باب المنزل. هما؟ من هما؟ عمن تتحدثين؟ هيا يا أختي، يجب أن نذهب. الطبيب. مرحبا يا بلانش، هيا يا عزيزتي لنذهب. ولكنك لست الرجل الذي كنت أنتظره وأحلم به. أنا لا أعرفك، ابتعدوا عني، اتركوني وشأني أرجوكم. يا إلهي، لا أصدق ما فعلناه بك يا أختي. لقد فعلنا الصواب، لا يمكن لبلانش أن تبقى هنا أو هناك، وما من مكان آخر تستطيع الذهاب إليه، إنها مريضة. أرجوكم دعوني بحالي، أبعدوا أيديكم عني، إلى أين تريدون أخذي؟ أرجوك يا سيدة بلانش، أرجوك، لقد انتهى كل شيء، يجب أن تأتي معنا، هيا. نعم، لقد انتهى كل شيء، لا تقلق، سوف أذهب معك، لطالما اعتمدت دائما في حياتي على لطف الغرباء. بقلم جاف. والآن إلى أين تذهبين يا صديقتنا العزيزة بلانش؟ هل قلت إلى البحر؟ للأسف البحر في الجهة الأخرى، لقد أخذوك في جهة مستشفى الأمراض العقلية وانتهى كل شيء، ورحلة الهرب من الماضي انتهت، والآن مع نهاية مسرحية عربة تدعى الرغبة سوف يسبقك الماضي إلى باب المستشفى ليفتح لك الباب وينحني ساخرا لأجلك، وأنت تدخلين مستودع الأمراض العقلية إلى الأبد. في عام 1947 كتب المسرحي الأمريكي تينسي ويليامز مسرحيته الشهيرة عربة تدعى الرغبة، وسرعان ما نال عليها جائزة البولتز العالمية المخصصة للمسرح بعد عام واحد، وبمجرد نشرها قدمت في العام نفسه على أحد أشهر المسارح العالمية وهو مسرح برودواي في مدينة مانهاتن على يد المخرج إيليا كازان، ولعب دوري البطولة مارلون براندو وجيسيكا تاندي، وسرعان ما تحولت المسرحية لفيلم سينمائي يعد من أهم أفلام السينما العالمية على يد كازان ذاته وبرفقة براندو وجيسيكا أيضا. الحسناء بلانش تهرب من الريف في الجنوب وهي بحال نفسية سيئة بعد أن خسرت كل الثروة التي خلفها والداها، وتلجأ إلى شقة أختها في نيو أورلينز حيث تبدأ بالتصادم مع زوج شقيقتها العنيف. مع توالي فصول المسرحية نكتشف معاناة بلانش والهزائم الكثيرة التي تعرضت لها، هزيمة وراء هزيمة حتى ضاقت الدنيا عليها وصارت روحها سجينة زجاجة صغيرة، خسائر وخيبات عاطفية، وثمة عشيق انتحر سابقا، وكذلك طرد من الوظيفة ثم طرد من الريف، تفاقم المعاناة من العزلة والوحدة وخسارة مزرعة العائلة. إنه الماضي التعيس لبلانش في الريف البعيد، وجاء الآن زوج أختها القاسي ليلحق بها الهزيمة الأخيرة. مع مرور الأيام
تتزايد المشاحنات بين بلانش وزوج شقيقتها، وتزداد المشكلات في البيت الذي يضيق على روحها أكثر مما هو ضيق. وسرعان ما تفشل بلانش في هذا البيت الذي هربت إليه بقصة حب جديدة مع أحد أصدقاء زوج أختها. لم تعد بلانش تحتمل أكثر من هذا، فقدت السيطرة على نفسها، صارت تغوص أكثر وأكثر في أوهامها المرضية. عندئذ يأتي الطبيب والممرضة ويصطحبانها بهدوء إلى مستشفى الأمراض العقلية، وهي تخرج معهما من البيت للمرة الأخيرة بمآس وبروح ممزقة، بينما زوج أختها ورفاقه منشغلون بلعب أوراق البوكر حول الطاولة غير مهتمين لها، ودون أن يرميها أحدهم بنظرة وداع. من مسرحية قطة فوق صفيح ساخن إلى مسرحية تماثيل الوحوش الزجاجية اللتين قدمناهما في الحلقات السابقة، وحتى مسرحية اليوم عربة تدعى الرغبة، كم هي قاسية ومريرة مسرحية تنسي ويليامز. أبطاله شخصيات ضائعة في حاضرها، يحاصرها الماضي من الجهة كلها ويخنقها في البيوت الضيقة المزدحمة بالمآسي، في الحارات الشعبية على هامش المجتمع. هكذا هي مسرحية ويليامز التي اشتغلت على الواقع القاسي لتؤكد للجمهور أن أمريكا ليست بلد الأحلام كما يشاع، وإنما هي كابوس، كابوس ينثر ضحاياه يمينا ويسارا في العالم المسرحي الخاص بويليامز. مسرح ويليامز لا وقت لديه لتجميل الأشياء، وإنما رميها أمام القارئ أو المشاهد بكل قسوتها وبكل صدق لتتضح الحقيقة المرة أكثر، بعيدا عن الأوهام والرغبات المستحيلة المدفونة داخل كل إنسان. لا يوجد شيء اسمه حياة جديدة، نحن نعيش يوميا الماضي، نعيش الماضي في كل ساعة، نعيش الماضي بين الشهيق والزفير. لا يوجد شيء اسمه الحاضر أو المستقبل، أنت كل صباح تعيش الماضي مجددا، لا فكاك من الماضي ولا خلاص من قبضته الحديدية التي تعصر عنق الحياة في كل ثانية. وحيثما هربت وحتى لو وصلت إلى ما بعد 1000 مدينة، الماضي خلفك يطاردك ولا يلهث ولا يتعب من مطاردتك، بينما عمرك يلهث بحثا عن الحياة الجديدة التي تحلم بها. بعد الانتهاء من قراءة مسرحية عربة تدعى الرغبة، سوف تكون أمام يقين لا يشوبه أي شك يا صديقتي ويا صديقي، ألا وهو كلما هربنا من الماضي أكثر اقتربنا من مستشفى الأمراض العقلية أكثر، وهذا كل ما في الأمر. بين سطر وآخر ونفس وآخر تختبئ قصة يجب أن تروى، وحكاية وجب أن تقص، ليخرج أبطالها من بين الصفحات أحراراً من عالم الحبر والورق. نقدم لك مفتاح الرواية ونفتح باباً لدخول عالمها بقلم جاف.